يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المنة العظيمة على البشر المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى من كمال قدرته قد خلقهم من هذا التراب، فبين الله سبحانه وتعالى أصل خلق بني آدم. فيفيدك أولا أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم القدير، ويفيدك ثانيا أن الله خلقك من تراب فتتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم الإنسان أنه لا فرق بينه وبين أخيه الإنسان إلا بما اختاره الله سبحانه وتعالى مقياسا للفضل، وهو التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق، خالق كل شيء، فذلكم الله ربكم خالق كل شيء، كما قال في سورة الأنعام: ما من شيء في هذا الوجود إلا وخالقه ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآيات الله جل وعلا هو الخالق لجميع ما في هذا الكون، وما من ذرة من ذرات الكون إلا وخالقها الله جل وعلا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فربنا هو الخالق وهو الخلاق وهو خالق كل شيء، عشان كده قال: ألا، للتنبيه، له الخلق والأمر، وله جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر، والواو عطف، والأمر معطوف على الخلق مرفوع، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أي الخلق والأمر لله وحده لا شريك له. الموضوع ده الصالحون من الأنبياء والملائكة والمؤمنون يوقنون به ويعلمون به تماما، وكذلك كثير من الطالحين من ناس أبو جهل وأبو لهب برضو عارفين الخالق هو الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ربنا قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب المشكلة وين؟ المشكلة إنهم قالوا: نحن خدتينا وسائط بيننا وبين الله حتى يقربونا إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك، يعني اللي بتدعوهم ذات من دون الله، أولئك الذين يدعون، هم ذات بيعبدوا الله،
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فحتى المشركين الأوائل كانوا يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. شما يغشك واحد تابع لجماعة التبليغ قاعد خازوق جوا الجامع قاعد يضلل في الناس ويكذب عليهم ويغشهم ودار الناس يمشوا على جهلهم. قل لك طبعا يا اخواننا نحن كلنا عارفين الدين. الدين شنو؟ قل لك الله خلقنا والله رزقنا وكده. دي برضو ابو جهل عارفه. مش ابو جهل، ابليس ذاته عارفه، وعارفه قبل ما يلدوك ذاته، ولدوا جدك وحبوبتك واجدادنا وحبوباتنا كلنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لما امر ابليس ان يسجد فابى ان يسجد قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني الله انا اسجد لك كيف وانت خلقته من طين؟ عارف انه ربنا خلقه. وفي آية أخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس عليه لعنة الله مقر إن ربنا خالق. شما يجي يغشوك بتاعنا البرامج الدينية اللي بيجيبون في التلفزيونات، تلفزيونات كلها كركبة ساكت ما فيها شيء يفيد إلا ما رحم ربي وما لاقاني، والله الذي لا إله غيره ما في أي حاجة. تلفزيون من أغاني إلى شرك تاع مدايح إلى تمثيليات، فهمت؟ كلام ذاته ما فيه فايدة، حتى في الدنيا ما فيه فايدة، عرفته؟ فكل كلام باطل ساكت. تلقى ناس قاعدين ويضللوا في المسلمين وينشروا لهم في المعلومات المغلوطة في دينهم. كويس؟ المشركين كانوا مقرين انه ربنا خلقهم. الليلة الصوفية مغالطين حتى المشركين وحتى ابليس انه الخالق ما ربنا براه. الجفري قال ده صوفي عالمي، صوفي عالمي ده مشرك عالمي الجفري، وناس كثير مخدوعين به. يقول لك يا سلام الحبيب الجفري، اي زول بويته بيض اسود عندهم بيتكيفوا منه. يا زول الشغلة ما بي حلاوة اللسان وحلاوة المنطق والحنك السنين، ده ما موضوع يا زول، ده ما موضوع. زول بينشر في الشرك والباطل، يقول لك انه الاولياء بيخلقوا البطن في بيخلقوا الجنين جوا بطن امه وبيعرفوا وبيعلموا الغيب، وغيره من الكفريات، وينادي في الحسين يا حسين يا حسين في الحولية بتاعتهم، فهمت؟ فده قال فتبارك الله أحسن الخالقين، معناه في خالقين غير ربنا سبحانه وتعالى. ودي رد شبه عليها الإمام القرطبي، قال معناها أتقن الصانعين، أتقن الصانعين، مش معناه في خالقين كتار والله أحسن واحد فهم، لا، في أتقن الصانعين، فهمت؟ ولأن خلق الله سبحانه وتعالى هو إيجاد من عدم، ربنا سبحانه وتعالى بيوجد من عدم، فهمت؟ فما ما ما هذا الاستدلال؟ استدلال يستقيم. ده واحد الجفري. جل إزاري برضو قال نفس الكلام. البرعي قبلهم في كتاب ليك سلام مني، هذا الكتاب برضو قال الأولياء بيخلقوا مع ربنا سبحانه وتعالى. كتاب عنده رقم بتاع إيداع، رقم بتاع إيداع، فهمت؟ طيب الصفحة من 40 وانت ماشي لقدام. طيب دي ما النتيجة بتاعت الفحص. طيب قال الصفحة 41 كرامتين. قال له في مدح أحمد الطيب البشير السماني، ونحن الأولياء بتاعنا الصوفية ديل ما عندنا لهم حاجة، بتخاف انت منهم براك، لكن الصوفية ديل كلهم ما بيساووا عندنا نملة لافة في الحلقة دي. طيب قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد، وقام شرحها. والله اخواننا الشعب السوداني ده ذاته ما عرفنا نتعامل معه كيف، كثير منهم إلا من رحم الله، وكثير منهم نحسبهم ناس دارين الحج.
لكن في ناس كتار تجيب له كتاب ابو الشيخ ذاته، الكتاب النشر الشيخ، وقام قال شنو هنا في المقدمة، فهمت؟ قال لك الكتاب ده بتاع قصائد ابويا الشيخ، وعملوا اصدار للمجموعة تحت عنوان من روايع برع السودان سنة 95، والطبعة الاولى كانت 91، فهمت؟ وادو قال لك دكتورة فخرية، تم منحه منحته جامعة درما الإسلامية الدكتورة الفخرية 85، ودكتورة فخرية برضو جامعة الجزيرة 94، وجامعة النيلين دكتورة في الآداب 2001، فهمت؟ دابوك الشيخ عنده دكتورة فخرية وفي الآداب وما فيه أي أدب، الأدب مع الله ما عنده البرعي، ما عنده أدب مع الله، الدكتورة بتاعته دي فهمت مخرومة ومنتهية وما عندها أي قيمة. فهنا قام شرحها براو 16 في الصفحة رقم 42، قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير، هذا ليه أزاهير الرياض، قاعد لكن نلم فيهم كيف نلم فيك يا خنجر، كيف نلم فيك يا جفري، كيف نلم فيك يا زيري كنت تطير أمريكا، كيف نلم فوقك يا بتاع العلفون، ما قالوا أسرع من التلفون جيبوا أسي. طيب قال شنو؟ قال نسبها للشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب، حيث قال كان للشيخ يعقوب تلميذ له 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر، شكى لمنه؟ للشيخ، بدل ما يشكي لربنا سبحانه وتعالى، عشان كده شوف الأنبياء سادات الأولياء كانوا بيشكوا لربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يدعو الله رغبا للشيء المطلوب ورهبا من الشيء الفارين منه، وكانوا لنا عابدين، كان بيدعو الله. لكن ده قال لك شكى لذاك، قال مما نشا قطم عصا، ده شيخ سوداني قال لك مما نشا، مما قام قطم عصا، معصوم كان، جفل البحر منه اختشى، جد الرسول زوج عائشه، واحد جاب منه في طبقات وضيف الله، قال الشيخ لما جاء يستحمى قام البحر زحى منه، والله جد، قال انا البحر قال ما بشوف ابويا الشيخ عريان. وفي واحد برضه جابوه في كتاب اسمه الكؤوس المترعه، والله تبقى صوفي المسطول ذاته يقعد يضحك فيك، المسطول يضحك فيك. برضه كرامه ثانيه، قال ابوك الشيخ شال الهدوم دار يغسلها، البحر قال لي ابويا الشيخ جيبنا غسلها لك. يا اخواننا ده شنو ده؟ قام الشيخ الشاكل مع البحر، باقي لك ده ما ضاربه ب 12 كرت، ده يا زول ده ما نصيع نهائي. قال يا زول، قال البحر قال له جيب الهدوم بتاعتك نغسلها لك، قال له كيف تقول له يجيب الهدوم؟ مشى شكل ابو الشيخ، ابو الشيخ كما شفت البحر قال له يجيب هدومك، شكل معاه ذاته. شوف انت لو دار تبقى زول ابلد من السفنجه اللي بيقطعوها، شوف على عرباتهم الصغيره دي، ابقى صوفي بس بلاده لدرجة قف تأمل يا اخ، ما ممكن يا ناس، ده شنو هنا طبقات وضيف الله. قال الشيخ دار يقطع البحر، قال للمريد زي ما انا بقول لك تقول، قال له كويس، قال له تقول يا حي يا كيوم بالكاف، كاتبه كده عديل، رفع كراه يا حي يا كيوم، طبعا كيوم ده بكون وسخ شغال معاه، ده ما ربنا سبحانه وتعالى، لانه ربنا اسمه شنو؟ القيوم بالقاف، رفع يرفع نزل ينزل. قام المريد شاف الشغله دي ما صح، قام قال يا حي يا قيوم، قال فغرق المريد،
قام قال له ما قلت له قول يا كيوم. قال يا كيوم مرق. ده شنو يا ناس؟ ده دين؟ طيب قال 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 فأحضر بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته فاختارها منهن في الوقت المذكور فمر يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب فقلبت ذكرا من حينها وعاش ذلك الولد نحو من 55 عاما وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورق وهذه الكرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. وده كل أخواننا من الكذب والباطل الملفق لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ما من خلق الإنسان في أحسن تقويم تاني ما بتغيره ربنا سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور القسمة دي تاني ما بزول بيعدلها لكن الصوفي يقول لك عادي تعدل عادي ما في أي مشكلة جابوا لك بنات بس مش جابوا لك هاي جيبها بيجاي يدخل الورشة بتاعته امرق لك شي تاني ده ما التصوف كله باطل وكذب وافتراء عرفتها؟ قال بعد ذلك قال مصطفى عركينة 43 مع ود علي المكروم قال لي كلهم أولياء بتاع سمانية وتتى الفلاتي القلب العود مفهوم برضو شرحها براه شيخ البرعي في الصفحة رقم 44 من كتاب ليك سلام مني هذا اللي قاعد فوق طاقته القاعدة فوق دي فهمته؟ قال هو الحاج تتى الفلاتي كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار طبعا ما في حاجة يا أخواننا اسمه عالم الأسرار والنبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من الرسالة حتى يقال أن في الدين أسرار هل النبي صلى الله عليه وسلم كتم حاجة؟ إذا مسروق لما سأل النبي عائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت له أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب وفي رواية فقد أعظم على الله الفريه ومنها من حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة فقد كذب والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقالت في موضع آخر لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله سبحانه وتعالى في زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآية فهمت وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كتم لكن أي زول بيقول الدين فوقه أسرار وفيه ظاهر وباطن العلماء قالوا ده كافر طوال كافر لأنه داير ينتهك المحرمات باسم الدين زي ما جاء في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية لعبد المحمود نور الدائم السماني المدفون في طابة هناك قال الشيخ قاعد في الحلقة مع التلاميذ قال فنزل شبح من الجو فطار إليه الشيخ وطار معه بعد ذاك الشيخ جراجع قال له الحاصل شنو قال هذا ملك من أهل السماء وقع في هفوة فاستشفع بنا فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه فهمت؟ يعني مش البشر والناس الأغنياء يعني لو قال بيل جيتس جاني هنا وكده ورجعني وأنا شفعت له عند الله كان شوية بتبقى كذبة وبعض الناس بيصدقوه ما بيصدق لكن تقول ملك ربنا قال عنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تقول الملائكة بتعصي الله يا ناس ده دين الصوفية ده المنهج بتاع التصوف دائرة التصوف هذا له الشيوخ بتاعنا أفضل من الرسل زي ما قال التجاني في الإفادة الأحمدية فهمت؟ قال رجلي هذه على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في الصور كلهم تحت كراعه قال فهمت؟ يا ناس ما تلعبوا على الناس فهمت؟ فده قال شنو؟ قال صعدت الشيخ كم سنة وأمر من النساء طلبت منه يوما أن يشتري لها خادم ولحت عليه فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع عودا على قدر قامة الإنسان فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به
وأنا أتنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه. ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله بهم عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيت 3 مرات، فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسكها بيدي فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجتي فعاشت عندها زمانا ثم توفيت. فهمت؟ شرك الشيخ من عود بتاع شجرة بيخلق له بني آدم. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق ما من شجر. ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فهمت؟ فقال بعرض القرآن عديد، صوفية ذل، سمانية، تيجانية، ختمية، تسعينية، كزنزانية، غيرهم من الطرق برهانية غيرهم كلهم. يا أخي التيجانية عندهم قصيدة في اليوتيوب يا أخي ده بقول كلام عجيب. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا قال لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كان بقفل لهم النار دي كلها بعد داي زول يشوف شغلته. تاني لا تصلي، لا تصوم، لا تغض بصرك، لا تنتهي عن المحرمات. وده اللي بيعمله الآن، اللي بيعمله الآن الطرق تسوي السبع وزمته. فهمت؟ كما يقال. وبعد ذلك تمشي للشيخ يديك فاتحة موضوعك الجاية، ما عندك مشكلة أي حاجة تسويها. عشان كده الختمية قالوا لناسه قال مريدي لا تخف، ها من شنو كده ما عارف، العب وغني، سوي أي حاجة، تسوي أي شيء. الشيخ قاعد قدام زي ما قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش تنظم، بس بقيت معاه مع أبو قرون، اتنظمت معاه مع أبو قرون في الجيش بتاعه، يوم القيامة تجوا قاطعين الصراط النية النفر وبتجوا خاشين الجنة. يا ناس يا ناس شوف الشرك والكفر ده في الأمة دي. عشان كده شوف أهل التصوف ديل لابد من الضرب عليهم بيد من حديد، لابد نبين عوارهم. فهمت؟ وأي دعوة ما بتشتغل في الشغل ده شغلة نجيضة، أي دعوة دي دعوة فاشلة وما تضيع زمنك معاه. ولا حيجي يوم من الأيام إنه تتغير دعوتنا دي. لو في زول لو في زول راجينا نحن يوم نجي نتكلم له عن الغلاء والوباء، ونجي نتكلم له عن الحكام، ونجي نتكلم لك عن فلسطين فهمت بمفهومه هو، ونتكلم له عن الاستهداف الخارجي والانبساغات البروتوكولية، هذا لا يشيلني على تكفوت ساكت. نحن عندنا لك توحيد ولابد ننجم البلد دي محتاجة. أسي الناس بيشوفوا الحلقة دي يقول لك يا سلام الناس عرفت صح. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله المزيد من فضله، لكن في محلات كثيرة في مبتار يقدلوا، مبتاري شغال يقدل ويبيع للناس في أي حاجة. يا أخ ناس يبيع لهم يقول لهم طبعا يا أخواننا ده حجاب رزق، والحجاب ده ب50، لكن انتوا لانكم بتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كثير لكم ب20 ب20. وش ناس كتار من اهلنا ناس مساكين ما عارفين الحق. يا اخي في تجانيه في محل اسمها وكره، وكره هناك جهه العباسيه تقري، مشيت لها يا عبودي ده الحي يوسف، مشيت هناك حصل خشيت الوكره دي فهمت، حصل مشيت يا مدسر الزول ان التجانيه ديل بالصباح عشان يمسك الجماعه يضمنهم في ايده، يضمنهم بيعمل لهم زي شغل الجامعات، بيعمل لهم حضور بالصباح صلاة الصبح، انت الفاتحة 12000 مرة، وانت لا حول ولا قوة الا بالله 700 مرة، وده كده بعد صلاة المغرب بيجي يسلموه. والله ايوه هاجمع الفاتحة، الفاتحة كم؟ نقص السبعة، اصبر لي بس لغاية العشاء بتم عليك، وانت اجمع لا حول ولا قوة، والله بيلعب بالناس. يا اخي الفاتحة بقسموها على الصف الاول، الحمد لله رب العالمين الرحمن، لعب الدين لعب الدين. لا ناس ما عارفين الحاصل شنو. واحد بيقول لك وحات المهدي وخليفته وصابونته وليفته، واحد بيقرا الفاتحه يقول لك الرحمن الرحيم مالك ومال الدين. ناس ما فاهمين، ما تربيه بتاع الصوفيه وتربيه بتاع هوس ولعب. الناس اداره تعرف الدين، عشان كده اي زول عرف الحق. شوف نحن ما تابعين يا جماعه موضوعنا ده، نسأل الله الثبات والتوفيق ما بيتغير. لو دائرنا نتغير اشوف لك بلد ثاني اخ تخرج مننا، اوعى تكون يوم من الايام راجعين نجي نتكلم لك عن موضوع ثاني. فهمت؟ ده الموضوع الاساس، موضوع بتاع التوحيد، الموضوع بتاع العقيده حق ربنا سبحانه وتعالى. لانه الموضوع في الكلام في التوحيد
اولا حاجه الدعاة زايغين منه، ثانيا حاجه محارب كويس، ثالثا حاجه الناس اللي بيتكلموا فيه بسيط. انا ما ممكن اغير الموضوع، وده موضوع الرسل والانبياء، وده الموضوع ربنا سبحانه وتعالى خلق من اجله الخلق. والليلة انا بتكلم فيه ده ما موضوع يا اخواننا كان المشركين عندهم فيه كبير خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال في خواتيم العنكبوت فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. هسه الليله تلقى الكارو ورا مكتوب فوقه ازرق طيبه وازرق طابت، فهمت؟ تلقى الريكشه مكتوب فوقه ود بدر، تلقى بيجاي مكتوب فيها ود العلفون، تلقى المحلات مكتوب فيها البرعي، فهمت؟ تلقى مغالق مكتوب فوقه ود المرين، تلقى ما اعرف ليك شركات مكتوب فوقه العجيمي ومكتوب فوقه التجاني والقادري وابو العباس وبتاع الدامر ذاك اسمه، فهمت؟ المجذوب وغيره. الليله نحن يا اخواننا بنعالج مرض اشد من المرض اللي كان فوقه ناس ابو جهل، اشد منه. لانه زول بيعتقد في الشيخ بينفع ويضر، ينفع ويضر. ناس بيعتقدوا في كمون يقول لك يا زول الكمون ده تاني ما فيه حاجه. تاع الحبله تلقاه رابط الكمون، والحبله تلقاه مقلوبه، فهمت؟ ورا تلقاه رابط له ابي تاع الشافع، جزمه بتاع الشافع، الجزمه بيسوي شنو؟ كويس؟ او تجي تلقاه عامل له قرون فوق او مكشاشه، يقول لك دي بتقش العوارض. عقائد خربانه يا ناس، دي عقائد ينبغي ان يتكلم عنها وان يبين عوارها حتى يرجع الناس الى الدين الصحيح، الى التوحيد، الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. اكتفي بهذا القدر واقدم الشيخ أبو